السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله فيديو مميز جدا ومهم جدا، وفيديو النهاردة بإذن الله انا هكلمكم على امر عظيم جدا ومجرب. لو انتم بإذن الله قلتوا الامر ده وداومتوا عليه بعد صلاة الفجر، اوعدك باذن الله ان حياتك بالكامل هتتغير. طبعا يا جماعه، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم من اكثر الامور اللي انت لو عملتها حياتك هتبقى ناجحه في كل المجالات، سواء في مجال العمل او في مجال علاقاتك مع الناس او حتى في علاقتك مع نفسك. يعني لو انت عايز تبقى شخص مرتاح نفسيا دايما فعليك بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والامر اللي انا هقوله لك ده لو انت طبقته بعد صلاه الفجر واستمرت عليه، انا مش هتكلم كتير بس انت ذات نفسك هتشوف النتيجه، وانا عايزك تبص على حياتك كلها هتتغير ازاي بعدها. وانا مش هقول لك ان حياتك هتتغير بعدها بيوم، بس انت استمر على الامر اللي انا هقوله لك ده لمده 3 ايام، يعني استمر عليه كل يوم كل يوم كل يوم لحد ما تكمل 3 ايام، وانت هتلاحظ بعدها باذن الله الرزق بتاعك ابتدى ان هو يتوسع، حياتك كلها ابتدت تتغير، اي هم او اي مشكله او اي حاجه عندك ان شاء الله تستطيع ان انت تنتصر عليها. ده غير ان انت ممكن يتفتح لك باب من ابواب الرزق انت ما كنتش حاطه في بالك اصلا. طب هل الكلام ده عبد الله هيتحقق معايا فعلا؟ بفضل الله استمر على الامر اللي انا هقوله لك ده وان شاء الله هيتحقق معك الامر اللي انا قلته لك، واكثر من ذلك ان شاء الله يتحقق معك. بس قبل ما ابدا في ذكر الامر وتعمله ايه بالظبط بعد صلاه الفجر كل يوم، اتمنى لو انت جديد في القناه تشترك في القناه، ولو انت معايا قديم في القناه اضغط على زر اللايك ودعي لي دعوه في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا حبايبي نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والامر بالكامل ان شاء الله. طبعا الامر اللي انت هتعمله ان انت بعد ما بتصلي الفجر وبتقرا الاذكار عادي بتقرا سوره ياسين مره واحده بس. وبنيجي للامر بقى المهم، وهو ان انت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، وان زدت فهو خير. بصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بانهي صيغه عبد الله 10 مرات؟ بص، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغه اسمها صيغه صلاه الفاتح. طب اعرف الصيغه دي منين يا عبد الله؟ الصيغه باذن الله اللي هي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بصيغه صلاه الفاتح انت هتلاقيني كاتبها لك في صندوق الوصف. يعني انت لو بصيت في صندوق الوصف تحت هتلاقيني كاتب لك صيغه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بصيغه صلاه الفاتح. ده الامر اللي انت تعمله بعد صلاه الفجر واستمر عليه لمده ايام، انا مش هقول لك لمده شهور، لمده ايام. وشوف بعدها باذن الله حياتك هتتغير ازاي. زي ما قلت لك حياتك هتتغير في كل المجالات. ففي جانب الرزق هتلاقي حياتك اتغيرت، في جانب علاقاتك مع الناس هتلاقي حياتك اتغيرت، هتلاقي نفسك مرتاح نفسيا، من الممكن ان انت تلاقي الله عز وجل فتح لك باب من ابواب الرزق. لان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، في ناس بتفتكر ان هي بتفيدنا في الاخره فقط، لا، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بتفيدك في الاخره وبتفيدك في الدنيا. وافادتها في الدنيا كثيره جدا، خلي بالك، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم سبب، قد تكون سبب من اسباب قضاء الحوائج، قد تكون سبب من اسباب جلب الرزق، قد تكون سبب من اسباب دفع الهم. فبالتالي استمر على الامر اللي انا قلته لك ده وانظر بعدها باذن الله حياتك هتتغير ازاي. فبس كده يا حبايب قلبي، كل الفيديو خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.